مشهد مقارب جدا يعني. هو الحقيقة حالة من الانهيار العسكري التي حصلت في صفوف القوات السورية وحلفائها في يعني مناطق محيط حلب في الشمال الغربي تحديدا من سوريا، وبدأت تتساقط الواحدة والأخرى. وهذا الهجوم كان متوقع يعني، القوات السورية كانت تتوقع هذا الموضوع. ولكن الحقيقة الانهيار بهذا الشكل هو هذا الغير متوقع يعني، خصوصا بعد ما عرفنا أن المعارك في حلب السابقة يعني كانت معقدة جدا، وكان المعركة حول حي واحد في حي راموسة على سبيل المثال طولت يمكن أكثر من 3 أسابيع. فأن تتدحرج الأحجار الدومينو في هذه المعركة بهذا الشكل فهي مقاربة واقعية جدا مع ما حدث في الموصل. ولذلك أنا أعتقد أن هناك تغير يعني في ميزان القوى على المستوى الداخلي، يعني التغيرات الخارجية أثرت على المشهد السوري وأفرزت لنا هذا المشهد مع قوى إقليمية عمليا تتنازع النفوذ في سوريا منذ يعني نهاية يعني منذ بداية 2019 وحتى يومنا هذا، يعني روسيا تركيا إيران وسوريا يعني وأمريكا أيضا، فهذه الدول لديها حضور ولديها تواجد ولديها قوات أيضا. فمنطقة التصعيد التي تحولت إلى مسرح عمليات في هذه اللحظة، الإجراءات يعني الاتفاقات التي من المفترض كان أن تضبط حالة التصعيد في هذه المنطقة حصل خلل بها مؤخرا، ولذلك تقدمت القوى القريبة من تركيا. يعني تركيا عمليا تدعم هذه الإجراءات الحقيقة، يعني شاهدنا طائرات مسيرة مصاحبة للقوات المقتحمة، تقريبا السيناريو كله أعلن قبل شهرين يعني، والمعارضة لم تخفي هذا الموضوع أنها تتهيأ لاقتحام مناطق ريف حلب ووصولا إلى إدلب يعني. فهذا كان معلن، والنظام أيضا في سوريا كان يعلن أنه متهيئ لهذه المعركة.